سفارة تشاد بدولة الإمارات العربية المتحدة كغيرها من سفارات البلاد بمختلف دول العالم التي احتفلت بالذكرى 63 لاستقلال البلاد هي الأخرى قد احتفلت بهذه المناسبة، حيث بدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين التشادي والإماراتي. تخللت الحفل كلمات عدة ولها كلمة ترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة لهذا الحفل حسين موسى، ومن ثم كلمة أخرى لرئيس المكتب التنفيذي لأبناء الإشالية التشادية بدولة الإمارات بشارة لقمة. المناسبة كانت فرصة ثانية لهذا الآخر بأن يتحدث عن الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المكتب لصالح أبناء الإشالية، لا سيما التي تعزز من تقوية الروابط فيما بينهم في جميع المجالات. كما أشاد أيضا بالجهود الكبيرة لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو في الحفاظ على الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد في وقتنا الراهن. في خطابه بهذه المناسبة السفير التشادي فوق العادة مطلق الصلاحية كيدل يونس حامدي أكد بأن الاحتفال بعيد الاستقلال للبلاد بدولة الإمارات العربية المتحدة سيكون فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات الودية القائمة بين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانب آخر فقد دعا أبناء الإشالية التشادية إلى احترام قوانين البلد المضيف. انتهى الحفل بتقديم شهادات تكريم لبعض أفراد الإشالية وكذا لأفضل الطلاب التشاديين، ومن ثم تقاسم الكعكة وتناول الأكلات التشادية. على غرار التشاديين الذين احتفلوا بالذكرى 63 لعيد الاستقلال، احتفل التشاديون المقيمون بدولة غينيا الاستوائية بهذه الذكرى تأكيدا لأهمية هذا اليوم. وقد حضر المناسبة بجانب المحتفلين سفير تشاد بغينيا الاستوائية سعادة زكريا فضل كتير ووزير الشؤون الخارجية المسؤول عن المنظمات الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدولة غينيا. في خطابه بهذه المناسبة هنأ السفير زكريا فضل كتر المحتفلين باسم السلطات العليا وشكر الحضور على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم للتشاديين فرحة هذا اليوم، مشيرا إلى متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، وذلك نتيجة للترابط الأخوي الذي يترجم اهتمام قادة البلدين من أجل تعزيز التعاون الدبلوماسي بين غينيا الاستوائية وتشاد في العديد من المجالات بغية تبادل الخبرات والمصالح بين الدولتين. وفي نهاية خطابه تمنى للمحتفلين يوما سعيدا.